فيك بدت وجهك وسيادتك ما سمعتيش في الحزن يا دنيا ملزمة حياتي وفرحي ما بيتعديش في الحزن يا دنيا ملزمة حياتي وفرحي ما بيتعديش حزنك يا دنيا ده جنبي لي لك حرام ده انا نفسي عايش يا بكرة انا نفسي اطمن بقى وحياتي وانت فيني ارقص لنا انكشاري اضحك لنا وانزلت خاف مننا اللي فاتنا مننا هتغير افضل برضه انا نفس النيه انا مهما اشوف عذاب وجراح واشوف اسيه انا مش هتغير افضل برضه انا نفس النيه مش همشي غلط لو كل الدنيا هتغلط فيا وانت فيني وارقص لها انت شعري اضحك لها خليك انت يا ود. مساء الخير يا صالح. خير يا شريف بيه؟ جت فتح الشقة؟ طب لو معاك حملة تحت خليهم يطلعوا، تنوروا. طب يعني هنقف نتكلم كده على الباب؟ لا ازاي؟ ما انت عارف صالح أبو جازي. فاتح بيته لأي حد. ازيك يا ود؟ خش جوه. عارف يا صالح اول حاجه على مواليف كليه الشرطه ايه؟ الشرف. بعد كده بتتعلم ازاي تحمي امن البلد. عشان كده بقى انا جيت برجلي لحد عندك زي ما انت رحت برجليك لحد اشرف بيه. انا فرحت جدا على فكره، فرحت عشان اخيرا اخترت السكه الصح، سكرت لي بيك. انا بكلمك دلوقتي بالشتا السويسي مش شريف العدوي، شتا السويس اللي كان معاك في طبق واحد تلات شهور شاف يوم الجدعانه والمروه. طول الوقت يا صالح كنت مستخسر فيك السكه الشمال زي ما رضا قال لك كده، وانا قاعد معاه قلت له ان صالح عامل الغلط عشانك. ما تزعلش مني، يعني كنت قرصت ودنك جريت وراك عشان انا مستخسرك.
اهو الحمد لله اشرف بيه قال لك كل حاجه. اسمع يا شريف بيه، مش انت لوحدك اللي بتحب البلد دي. البلد دي مليانه رجاله بتحبها وبتخاف عليها ومستعد تضحي بنفسها عشانها. انت بس اتولدت في بيت فيه معلقه دهب فدخلت كليه الشرطه. اشرف بيه قال لي في حد هيساعدني بس ما جابش سيرتك. انت جاي تعمل ايه؟ ما هو الواحد اللي هيكون معاك في عمليه التلات عيال دول هو انا يا صالح. فلو حطيت ايدك في ايدي هنعمل حاجه حلوه للبلد دي. طب لو قلت لك ان انا هكتب على هدى على سنه الله ورسوله مش هتحط ايدك؟ كل ده يطلع منك يا صالح؟ ما انت اللي دلعته يا باشا. ما انا ياما حذرتك وقلت لك الواد ده نمرود وبيعض الايد اللي تتمد له. ساعتك اللي ما سمعتش كلامي. ده بيلعبنا بقى. ده بيلعبنا على كبير يا باشا. التلات عيال اللي كان متويهم عند الشيخ ياسين ما لهمش اي اثر. ايه؟ العيال فينا فراج؟ سبقنا بخطوه يا باشا وخد العيال وخلع. مشونهم فين ابن الكلاب ده؟ متقلقش كده يا باشا، محسوبك اتصرف ومن زمان. وغلاوتك يا باشا لخلي صالح يسلمنا العيال بايديه ويجي لنا راكع وكفن على ايده. انا قلت برضه انت مش سهل. ناويله عليا في الراكع. هتعرف يا باشا، بس كل شيء ده معاد. خش. تعال عريس. مبروك يا عروسه، نورت بيتك. اتفضلي. يا اهلا وسهلا. اتفضلوا. مبروك يا عم محمد. الله يكرمك يا ابني. قبل ما نشيل عيالكم بقى ان شاء الله. الف الف مبروك يا رضا، مبروك يا عروسه زي القمر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا سوسو. بجد ربنا يخليكوا ليا، انا مش عارف اقول لكم ايه. مبروك يا ربنا فرحنا بيك. انا ما كنتش قادره اصدق عدد الناس اللي كانوا في الجامعه ساعه كتب الكتاب. لا ده بره كمان كان في قدهم ثلاث اربع مرات، اصل احنا بقى حبيبنا كتير يا دكتوره. لا دكتوره ايه بقى؟ خلاص انا بقيت مرات اخوك، قول لي ايه وبس. ماشي ايه وبس. بقالنا كتير قوي ما بنفرحش. ربنا يسعدكم يا رب ويخليكم ليا. يا عم في بقى، انت هتعيط؟ ده ابنك اتجوز يا عم، افرح بقى افرح. بس بقول لك ايه، انا بقى زعلان منك بجد. عارف ليه بقى؟ عشان انت معاك جوز واخوك اتجوز هو كمان، وانا هقعد لكم في البيت زي قرد قطع يعني ولا ايه؟ يا عم هشوف لك حته ما تقلقش. بالك انت لو ما اتجوزتنيش هروح العب تاني والله. طب روح العب بقى وانا افرجك. افرجك تعمل لي ايه يعني؟ مفيش فايده. ناوي تعمل الفرح الكبير امتى يا صالح؟ لا ده عايز ترتيبات تانية. الفرح ده بقى يبقى ماتش اعتزال صالح ابو جازي. حلو يا عم رضا، يا بخت من كان صالح اخوه. وانت كمان يا بنت اختي من دلوقتي. اسمع يا، لو زعلتها انفخك ما تعمليش فيها عيان. الو. انزل تقابر جابر في سقاره. ليه فيه؟ لما تيجي هتفهم كل حاجه، ما تتاخرش. لمصلحتك يا صالح. ماشي. في ايه يا صالح؟ في ايه يا صالح؟ لا مفيش، مشوار جالي بس على السخانه، غير هروح وارجع على طول مش هتاخر. الف مبروك يا واد. الله يبارك فيك يا اخويا. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك يا صالح. مبروك يا رضا، الف مبروك. الله يبارك فيك يا واد. مبروك يا ايه؟ ميرسي. الله يبارك فيك. هو انت ما بتحرمش؟ انت عارف انت بتفكرني بمين؟ بالعيال الصغيره زمان كانوا عايزين يلعبوا معانا كوره بالعافيه، نضربهم ونمشيهم يرجعوا تاني نضربهم. بس حلو الفيلم اللي انت عملته ده، جابر جابر تعالى كلم جابر، وفي الاخر اجي الاقيه. ده ولا مسلسلات يا عم انت. هي فعلا قفلت مسلسل خلاص، التترات هتنزل. بس واحد انا هبروزك في التتر، هكتب مشاركه متميزه للنجم صالح ابو جاسي. حلو ده. يا صالح اخص عليك. صافي يا مش طبيعي. وانا صالح. منورين يا جماعه. انت اللي منور يا عريس، والنبي زي القمر حبيبتي. استاذ رضا موجود؟ انا رضا. طب الورد ده حضرتك بجد؟ ايه ده؟ مين اللي هيبعت لي ورد؟ رضا، من غير ما حد يحس تعالى لي على مستشفى العجوزة. أنا عندي مشكلة بس ما تقولش لأبوك ولا لسوسكة. تعالى لوحدك ولو عرفت تتصرف 500 جنيه هاتهم وتعالى. سلام. مين اللي جاب لك الورد يا رضا؟
ده واحد صاحبي كان صاحب زمان يعني، هو دلوقتي تحت عايزني اسلم عليه، انا هنزل اسلم عليه وبالمره يعني اجيب شويه حاجات كده لزوم العاده. سوسكا نعم خلي الورد معاك يا حبيبي. يا رب يخليك لي سوسكا يا رب يا رضا يا قمر. قال لي خليه معاكي، مالكيش خديه. لا قال لي خدي الورد. قال لي خليه معاكي. قال لي خدي الورد يا حبيبه. ترد ايدي انا سالي، ايدي اللي شريتك من جو الكباريهات والرخص وعرفتك بالبهوات والجو الحلاوي. انا يا صالح انا تحبسني وتبهدلني في الحساب؟ ايه يا انت قلبك مات ولا ايه؟ وعد عليه الاربعين كمان. انت عارف بقى لو كنت جيت لي سكه وجيت في العدل ما كنتش هعمل معاك كده. فاكر سفريه لبنان؟ فضلت شغال زي الحمار ومش فاهم حاجه، وانت عمال بتديني في معلومات ناقص. نسيت ال2 مليون جنيه. وانت نسيت ان الضابط شريف سافر معاك على انه واحد من رجالتك؟ ده انت خايب يا لا. في لعبتنا دي انت دورك لازم يكون السنيد، ما ينفعش تبقى البطل، لان الخيوط كلها في ايد انا. انا اللي بحرك الفتل كلها صالح، وانت تتحرك زي ما اقول لك وانت ساكت. فاهم؟ لا مش فاهم. عشان البطل ده اللي قعد 3 ايام في القسم ما جابش سيره ولا واحد منكم، كلكم بقى لازم تعرفوا ان انتوا كنتوا شغالين مع ذكر اسمه صالح ابو جازي. ماشي يا ذكر. بص بقى يا ذكر، من دلوقتي قدامك ساعه زمن وتسلمني لتلات عيال قدام دار القضاء العالي، احنا بقى هنديهم المتفجرات جوه. لا ما محدش يعرف مكان المتفجرات غير انا بس. اللي هي عند ابو بدر. شوف يا صالح، هي ساعة زمن واحدة تجيب لي العيال عند دار القضاء العالي، وحديك فرصة نص ساعة عشان تسيب المكان، لأني بعيد عنك. بعد النص ساعة دي بدأنا الإسعاف كله هيبقى تراب. انتوا كلكم ولاد كلب بتدمروا البلد دي، بتضحكوا على قول الناس بالدين والسبحة زي ما ضحكتوا كده على الشيخ نور. انت من ناحية والمحترم لو مؤاخذة اختك من ناحية تانية. اسمع بقى فراج، لما تشوف حلمة ودنك لا هتشوف المتفجرات ولا هتشوف التلات عيال، انت فاهم ولا لا؟ وانا بقول لك تاني مره، قدامك ساعه، لو ما كانوش العيال عندي لا هتشوف دار القضاء العالي ولا هتشوف رضا اخوك. وايه دخل رضا باللعبه دي كلها؟ ازاي؟ احنا ناس بنفهم في الاصول. رضا عندنا ضيف معزز مكرم عشان نحتفل بكتب كتابه. ورحمه امي، لو خروف منكم مس شعره من رضا لا هتباعه. صالح سعودية، وقول على اخوك الرحمن الرحيم والصوان عندي ومش هستخسر. بعد سماع أقوال الشهود والتسجيلات الخاصة بهذه القضية وكذلك الاطلاع على الأوراق المقدمة من سيادة النائب العام، النهاردة يوم صعب واختبار لينا كلنا. أنا عارف إن كل واحد فيكم عليه مسؤولية كبيرة، بس أنا واثق 100% إن أنتوا إن شاء الله قدها. أنتوا لازم تعرفوا كويس قوي إحنا بنتعامل مع مين. الناس اللي إحنا بنتعامل معها دي ناس مش سهلة، دي خلايا منظمة ومدربة على أعلى تدريبات عالمية. عشان كده أنا عايز كل واحد فيكم لازم عينيه تبقى في وسط راسه،
انتوا عارفين طبعا المحاكمه النهارده بتاعت مين. واللي لازم تعرفوه اكتر ان احنا جات لنا تهديدات صريحه جدا انهم هيفجروا دار القضاء بالكامل. قضيه التخابر مع جهات اجنبيه والتي تضر بمصالح البلاد وتهدد امنها القومي. اخبار التمشيط ايه؟ خبير المفرقعات هو ورجالته مشطوا كل المكان وبيقولوا انه ما فيش اي علامات او مؤشرات بتقول انه في متفجرات في المكان. تمام. وده في حد ذاته حاجه مطمئنه؟ لما فجروا مديريه الامن يا عمر بما كانش فيه متفجرات في المبنى، في عربيه جت اترمت قدام المبنى واللي فيها سابوها وجريوا. عارفين يا فندم، عشان كده احنا مرشقين كلاب وسياحه من دار القضاء كلها. المهم دلوقتي صالح هو قدام قد ايه ويجي؟ عشان تالي دي الساعه الصفر بالنسبه له. شريف قال لنا انه صالح هيسلم التلات عيال كمان نص ساعه، وهم كمان هيسلموه اخوه رضا في دار القضاء. لازم نبقى عاملين احتياطاتنا وعاملين حسابنا على اي حاجه ممكن تحصل. انا عايزكم تشيلوا كل العربيات بتاعتنا اللي بره عشان محدش يحس باي حاجه. ركزوا قوي وتفتحوا عينيكم لاي مفاجآت، مفهوم؟ تمام يا فندم. اطالب هيئه المحكمه الموقره بتوقيع اقصى العقوبه على هذا المتهم الماثل امامكم. اهدى بس يا فندم. اهدى يا اخويا فين؟ اهدى يا صالح. صالح اهدى صالح. تمام. المكان على اسمه رضا ما لهوش وجود يا فندم. يعني ايه مالوش وجود؟ اقلبوا المكان شوفوا فين. اهدى يا صالح انا بفكر. اهدى يا صالح اهدى من فضلك. اخويا فين يا توفيق منصور؟ بيقول الراجل اللي جوه ده لو ما خدش براءه فجره مكان تاني. هو ايه الاحداث المهمه اللي بتحصل في البلد النهارده؟ سياده الرئيس بيستقبل الرئيس الضيف في المطار، وزير الصناعه بيفتتح مصنع الحديد والصلب في السخنه، والمتحدث الرسمي الروسي خرج في جوله من الهرم للمتحف المصري وفي طريقه دلوقتي للقلعه. تمام تمام. انا جبت لك كل الانفورميشنز عن تطوير المساكن العشوائيه بمنطقه القلعه. اتحركوا ورانا، هدخل القاضي وجاي وراكم بسرعه. يلا يلا. العميد اشرف حمزاوي من الامن العام عايز يقابل سعادتك.
خليه يتفضل. أوامرك. مساء الخير معاليك. مساء النور. أشرف حمزاوي من الأمن العام. أنا عايز من سعادتك خدمة مهمة قوي. الخدمة دي هتمنع كارثة كبيرة هتحصل في البلد. خدمة إيه؟ إن سعادتك تأجل النطق في الحكم لمدة ساعتين بس.
بعد الاطلاع على الأوراق وأحكام القانون، حكمت المحكمة حضورياً وإحالة أوراق كل من إيهاب أبو العز، عماد مطاوع، وعلي حمدي إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي. في إيه؟ اتفضل معايا. مين اللي اتفضل معايا؟ سيادتك والباشا. يا باشا في ايه؟ مقبول عليكم. تعرفش الباشا يبقى مين؟ عارف الباشا مين وعارفك مين وعارف بتعمل له ايه؟ اتفضل معايا. مش عشان حد تاني. طيب خليك يا صالح. بس بتعرف اخوك عمره ما اذى حد في حياته. انا لما بتخرج من الباب بحس ان انت ممكن ما ترجعش تاني. تشكر يا صالح. تشكر يا صالح. وتشكر علي يا اخويا. لانك قريب مني. يا سلام. ما انا طول عمري قريب منك، ايه الجديد؟ مش عشان انت اخويا الصغير. لا. عشان انت ابني. عارف يا صالح، انا من بدري عايز اقولك على حاجه بجد. قول يا باشا. رغم انك طلعت عيني بجد، بس انت واد جدع حقيقي، واد جدع يا صالح. عايزك تاخد بالك بقى من ابوك ومن حبيبه ومن سوسكا، وبطل الحركات اللي انت بتعملها معاهم دي. ها هم كمان لازم يبقوا فخورين بيك. وعايزك تاخد بالك من نفسك يا صالح، ولازم تتاكد ان انا هبقى معاك في اي لحظه واي زمان واي مكان تحتاجني فيه. ولازم تعرف انك هتبقى شاهد ملك، واحتمال يا سيدي يدولك وسام. يا باشا مش عايز وسام، انا عايزكم بس تعرفوا ان رقبه صالح ابو جازي فضة تراب البلد دي. اشوف وشك بخير يا صالح. خلي بالك من نفسك. حاسس ان انا مرتاح، حاسس ان في صخرة كبيرة نزلت من على ستري. أول مرة أحس إنها بتنفس هوا نظيف. مفيهوش حقد ولا كذب لبني آدمين. أول مرة أحس إنها داخل أنام ومش خايف من الموت. أول مرة أحس إن أنا قاعد جوا البيت ومش خايف الباب ده يتكسر وحد يخش ياخدني.